بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد ان شاء الله النهارده مع بعض ليكتشر 9 وهي بعنوان limits of absolute values، اللي هي نهايه داله المطلق. لما يبقى عندي مطلق داخل النهايه هتصرف ازاي، وعندي حاجه كمان هاخدها حاجه اسمها squeeze theorem، نظريه squeeze. squeeze ممكن في ناس بتقول عليها نظريه الساندويتش، وهنشوف ايه دي بالظبط. ولكن في الاول نبدا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. limits of absolute values، ايه هي الابسولوت؟ اللي هي دالة المطلق. طيب بيقول لي there are three cases، انا عندي ثلاث حالات. ايه هم الثلاث حالات؟ limit لما x approaches to a ل f of x داخل مطلق، دالة داخل مطلق، بعمل ايه؟ طيب ولما يبقى limit لما x approaches to 0 لمطلق x، وlimit لما x approaches to a لمطلق x. طيب واحدة واحدة. أول واحدة بيقول لي limit لما x approaches to a أي رقم لمطلق f of x، دي لازم أجيب لها نهاية يمينية ونهاية يسارية، ولو الاتنين بيساووا بعض يبقى خلاص النهاية بتاعت الدالة هي الرقم اللي هيطلع. طيب النهاية اليمينية هي موجب f of x، هي الدالة دي زي ما هي كده ولكن موجبة. طب والنهاية اليسارية هي الدالة ولكن سالبة، بس مفيش أكتر من كده. طيب ناخد بس إكزامبل صغير كده بس عشان نبقى فاهمين. سي إن أنا قلتلك فاين ليميت لما x approaches to 2 مثلا لمطلق 2x-1، أنت كل اللي هتعمله هتقولي إيه؟ هتقولي والله أنا هجيب النهاية اليمينية والنهاية اليسارية. limit لما x approaches to 2 positive و 2 negative، وانا بجيب البوزيتيف هاخد المقدار زي ما هو، فهتصور 2 ضرب 2 4 ناقص 1 3. طيب وهنا هاخد المقدار ولكن بعكس الإشارة، يبقى 2 في 2 ب 4 ناقص 1 3، وفي ناقص بره ناقص 3، وهنا لازم الدالة اليمينية تساوي الدالة اليسارية عشان يطلع لها قيمة. هنا بما ان ال RHL لا يساوي ال LHL، ال RHL وال LHL دي اسمها right hand limit، النهاية اليمينية، دي left hand limit النهاية اليسارية. طيب يبقى انا كل اللي هعمله لو انا عندي دالة مطلق، عندي مطلق وجواه دالة f of x، بعمل ايه؟ باخد النهاية اليمينية هي نفس الدالة والنهاية اليسارية بضرب ماينس بس في البداية وخلاص، بعوض على الاتنين. لو الاتنين طلعوا بيساووا بعض خلاص يبقى ليها نهاية، لو الاتنين مش بيساووا بعض يبقى ليس لها نهاية، او نهاية ليست لها وجود. طيب الحالة التانية بيقول لي لما ليميت لمطلق x، ولكن بص تحت لما x approaches to 0، نفس الموضوع هقول له limit لما x approaches to 0 موجب بx، وlimit لما x approaches 0 negative minus x، وهي هياها. كل اللي انا عملته ايه؟ خدتها لما خدت الموجبة حطيت x، لما خدت السالبة حطيت minus x. طب تعالوا بس كده نفتكر حاجة مع بعض، هي طبعا ملهاش علاقة دلوقتي باللي احنا بنقوله، الا يعني ملهاش علاقة في الحل، ولكن انا عايز بس افكركم بيها عشان هتساعدني. فاكرين لما مطلق x ده لما كنت بعيد تعريفه، بعيد تعريفه بقول هو x او minus x. هنا x لما x اكبر من او يساوي 0، وهنا minus x لما x اقل من 0، يعني لما يبقى موجب او صفر باخده بx. طب ولما يبقى سالب لو x اقل من 0 يعني الاعداد السالبة، باخده بminus x. جميل. طيب هنا بقى limit لما x approaches to a اي رقم لمطلق x، ايه ده؟ هي ليميت لمطلق x، وهنا ليميت لمطلق x، ولكن هنا كانت approaches to 0 وهنا approaches to a. عارفين انا هنا عندي حالتين، ايه هما الحالتين؟ لو ال a اكبر من 0 يعني لو ال a دي موجبه، هجيب النهايه اليمينيه برضو. انا في كل الحالات بجيب النهايه اليمينيه والنهايه اليساريه، النهايه اليمينيه والنهايه اليساريه. تعرفوا ان انا هنا هاخد الx مره بx والمره الثانيه برضو بx. ايه ده؟ ده انا في كل مره كنت اخدها مره بموجب x ومره بسالب x. لا، ده لما تبقى function في x او لما يبقى approaches to 0، انما لما يبقى approaches to رقم، يعني سي ان الاي دي ب 2 مثلا او 3،
عارفين الاتنين او تلاتة دي اكبر من صفر، هتلاقينا دخلنا جوه النطاق ده. ما هو احنا قلنا هي دايما بموجب اكس، لو اكس اكبر منها ويساوي صفر، يبقى لو الرقم ده موجب على طول خدها موجب اكس وموجب اكس في النهايه اليمينيه والنهايه اليساريه. طب العكس صحيح، يعني لو الاي اكبر اقل من زيرو يعني الاي سالبه، برضو هجيب النهايه اليمينيه والنهايه اليساريه. المره دي بقى هاخد مين؟ صح كده، ماينس اكس وماينس اكس في الحالتين. طيب تاني، ليميت لما مطلق اف اوف اكس لاكس ابروتشز تو اي لاي ده اي رقم، باخد اللي جوه المطلق اخده في النهايه اليمينيه موجب وفي النهايه اليساريه سالب. طب ولو مطلق اكس لما اكس ابروتشز تو زيرو، باخد في اليمينيه موجب وفي اليساريه سالب. طب لما ليميت لما مطلق اكس واكس تقترب من رقم، شوف لو الرقم ده اكبر من صفر هاخدهم في الحالتين موجب في اليمينيه واليساريه، لو اقل من صفر في الحالتين سالب. والتوتال بتاع ده كله ان في اي حاله من دول لو النهايه اليمينيه ساوت النهايه اليساريه يبقى في نهايه، لو النهايه اليمينيه طلعت لا تساوي النهايه اليساريه يبقى ما فيش نهايه، limit doesn't exist. طب نشوف بقى اكزامبل عشان نفهم. هنا بيقول لي limit لما x approaches to 3، يعني هنا x approaches to a. طيب 2x plus مطلق x ناقص 3، اللي جوه المطلق ده f of x داله في x ولا x بس؟ يعني x بس ولا x ومعاه حاجة تانية؟ لا x ومعاه حاجة تانية. طيب يبقى أنا هجيب النهاية اليمينية والنهاية اليسارية. طيب النهاية اليمينية إن أنا هعمل إيه؟ أخلي دي من x وهشيل المطلق وأخلي الدالة زي ما هي من غير ما أضربها في حاجة. شلت المطلق وسبتها x ناقص 3، يلا نجمع. صارت ليميت لما x approaches to 3، 2x و x هي 3x ناقص 3، يلا نعوض نشيل كل x ونحط مكانها 3، 3 ضرب 3 ناقص 3، 3 في 3 ب 9، 9 ناقص 3 يصير 6، يبقى النهاية اليمينية طلعت ب 6. نشوف النهاية اليسارية، النهاية اليسارية كل اللي انا هقوله هعمله ان انا هقوله 2x زائد دي اصلا زائد، بعد كده ناقص x ناقص 3. شايفين انا عملت ايه؟ في النهاية اليمينية خدت القوس ده زي ما هو موجب، في النهاية اليسارية خدت القوس ده زي ما هو ولكن حطيت قبله سالب. طيب هنا هقول له ليميت لما x approaches to 3 ناقص 2x، يلا نوزع السالب. أول حاجة إن موجب ضرب سالب بسالب، يبقى السالب ده يتوزع، سالب في الإكس سالب إكس، سالب في سالب 3 يديني موجب 3، يلا نبسط هتصير ليميت x approaches to 3 نيجاتيف 2x ناقص x هي x زائد 3، يلا نعوض عن x ب 3، 3 زائد 3 هتصير 6. ايه ده؟ النهاية اليمينية right hand limit ساوت النهاية اليسارية left hand limit. so ان limit الأصلية خالص اللي هي دي نكتبها له بتساوي 6 وهو المطلوب. يعني كل اللي انا عملته شفت اللي جوه المطلق ده اكس ولا داله في اكس؟ طلع لي داله في اكس. طيب ما دام داله في اكس في النهايه اليمينيه هاخده القوس زي ما هو بالموجب، وفي النهايه اليساريه هاخده بالسالب واشوف كل واحده منهم هتطلع بكام. لو لقيت الاثنين ساووا بعض يبقى في نهايه، النهايه هي الرقم اللي طلع، لو الاثنين ما بيساووش بعض يبقى ما فيش نهايه. طيب هنا برضو نفس الموضوع، ليميت لما اكس ابروتشز تو ماينس 6، برضو اعيد تعريفه، يلا ماينس 6 موجب 2x زائد 12 على x زائد 6، يلا نعوض 2 ضرب سالب 6 بسالب 12 زائد 12 على سالب 6 زائد 6 صار 0 على 0. الله، يعني انت كمان ممكن تطلعي عندي فايند وانا بعوض؟ يعني كمان مش مكفيك ان انت فيك مطلق، لا ده كمان ممكن تطلعي لي 0 على 0. طيب انا هشوف انا هعمل ايه. انا اللي انا هقدر اعمله ان انا هاخد من فوق كامن فاكتور الاثنين، مش هقدر اخد من هنا اثنين كامن فاكتور، يفضل لي اكس زائد 6 وفي المقام في اكس زائد 6 يروحوا يصير الناتج في النهايه 2، يبقى النهايه اليمينيه طلعت بكام؟ ب 2. نروح نشوف النهايه اليساريه، برضو 2 اكس زائد 12 وتحت، ايوه صح هو x زائد 6 ولكن قبلها نيجاتيف، يلا نعوض هيصير
برضو ناقص 12 زائد 12 على ناقص 6 زائد 6، ناقص 6 زائد 6 صفر، وفوق صفر يبقى برضو صفر على صفر، برضو undefined. هعمل نفس اللي عملته، هاخد برضو من فوق الاتنين مشترك، صار x زائد 6 على ناقص x زائد 6، x زائد 6 من فوق وتروح مع x زائد 6 من تحت، هيصير 2 على سالب 1 اللي هي سالب 2. ايه ده؟ اليمينية طلعت ب2 واليسارية طلعت بسالب 2. هقول له سينس ان ال LHL ليفت هاند ليميت لا يساوي، طلعوا ما بيساووش بعض، ال RHL اللي هي الرايت هاند ليميت، سو ال DE اللي هي ليميت doesn't exist، اصلا النهاية مش موجودة، ان النهاية اليمينية لا تساوي النهاية اليسارية. الموضوع سهل وبسيط جدا، ازاي ما فيهوش اي تعقيد. طيب هنا ليميت x approaches 2 minus 2، طيب هنا عندي مطلق x، عندي مطلق x، x بس مش معاها حاجة. طيب هنا الرقم ده صفر ولا رقم؟ لو كان صفر يبقى هجيب اليمينية واخده بالموجب واليسارية واخده بالسالب. لا والله ده رقم، الرقم ده موجب ولا سالب؟ الرقم ده سالب. بما ان الرقم ده سالب يبقى اللي احنا قلناه في الاول، اللي احنا قلناه في الاول هي دي كيس التالتة، ليميت لما مطلق اكس وهنا اكس ابروتشز تو ايه، الاي دي اكبر من زيرو ولا اقل من زيرو؟ لا ده اقل من زيرو، يبقى هاخده في الحالتين ناقص، في الحالتين ناقص. طيب يلا اليمينية هي 2 ناقص ناقص اكس، الناقص الأولانية دي هي الموجودة اوريدي، الناقص التانية هي لما فكيت المطلق. طب ليه فكيت المطلق بناقص اكس؟ علشان الرقم اللي هنا ده ناقص أقل من صفر، على 2 زائد ناقص اكس. شايفين أنا عملت إيه؟ أنا قلت 2 ناقص، ودي خدتها ناقص اكس عشان الرقم ده أقل من صفر، وهنا برضو لا طبعا دي كانت في المقام عادي جدا، دي مفيهاش مطلق، لا دي ما فيهاش مطلق، دي 2 زائد اكس عادي جدا ما كانش فيها مشكله. بقى فوق 2 زائد اكس على تحت 2 زائد اكس، في النهايه صار 1، او لو حبيت تعوض ممكن تقول دي ممكن تطلع 0 على 0، 2 ناقص 2 و2 ناقص 2 بعد كده يروحون مع بعض يفضل 1، يبقى النهايه اليمينيه طلعت ب1. يلا نجيب النهايه اليساريه، برضو 2 ناقص، ها اخد الاكس المره دي بكام؟ برضو بناقص اكس، برضو يعني في اليمينية وفي اليسارية تاخد ناقص اكس. ايوه قلنا كده، قلنا لما يبقى عندي مطلق اكس وهنا الرقم ده سالب، في الحالتين لما بيجي النهاية اليمينية او النهاية اليسارية بيتاخد بالناقص، على 2 زائد اكس زيها زي اللي فوق بالظبط هتطلع 1. يبقى بما ان ال LHL يساوي ال RHL اللي هو الليفت هاند ليميت بيساوي الرايت هاند ليميت، سو ليميت لما اكس ابروتشز 2 ماينس 2 ل 2 ماينس مطلق x over 2 plus x equal 1. كده هكون حليت المسألة دي كمان، وكده نكون حلينا أكتر من مثال على دالة المطلق. طبعا في أمثلة كتير جدا وفي أفكار كتير جدا، ولكن بنحاول نغطي جزء منها هنا. طيب عندي بعد كده حاجة اسمها سكويز ثيوريم، نظرية سكويزنج. سكويز دي ممكن تبقى بمعنى العصر. يعني ايه العصر؟ العصر يعني حاجة معصورة بين، او يعني موجودة بين قيمتين. طيب بي، وفي ناس بيقول الساندويتش، ايه بقى الساندويتش دي؟ بيقول لك لو عندي دالة f of x، دالة في x اقل من او يساوي g of x، دالة تانية في x اقل من او يساوي h of x، دالة تالتة في s يعني في x، يعني لما يبقى عندي تلات دوال في x تربطهم العلاقة دي ان كل واحدة اقل من او يساوي التانية. when x approaches to a، لما x بيقترب من a. طيب بص بقى، وكمان شرط لازم يكون متحقق، ان الليمت ل f of x، الليمت لدي يساوي الليمت لدي، الاتنين اللي بره بيساوي رقم، يعني هجيب الليمت لدي واجيب الليمت لدي، لو الاتنين طلعوا بيساووا بعض بيساوي رقم، بديهي ان الليمت بتاع اللي في النص بينهم بتساوي نفس الرقم. يعني انا عندي 3 كده زي بعض، لو انا جبت ده برقم وجبت ده بنفس الرقم خلاص بديهي ان التالت زيهم. هو ده اللي انا هعمله هنا بالظبط، ال f of x هجيب النهاية ليها عند x بتقترب من رقم، وهنا h of x هجيب النهاية ليها عند x بتقترب من نفس الرقم، بديهي لو جبت ال g of x عند نفس الرقم ده هيطلع بنفس الناتج.
طيب ناخد مثال علشان نفهم بس. هنا بيقول لي ايه؟ لو عندك اف 2x اقل من او تساوي جي اكس اقل من او تساوي اكس سكويرد ناقص اكس باور 4 ناقص اكس سكويرد بلس 2، جيت ليميت جي اوف اكس لما اكس ابروتشز تو 1. ايه ده؟ انت عايز ايه؟ انت عايز ليميت لجي اكس؟ هي اصلا فين جي اكس؟ ده انت مش مديني الجي اكس دي يعني، ولا هي يعني المفروض يديني 3 اكس ومش عارف ايه والكلام ده، لا ده هو مديهاني كده. يبقى انا هستخدم نظريه الساندوتش. يعني ايه نظريه السكويز؟ ان انا لو جبت النهايه لدي عند اكس تقترب من واحد، وجبت النهايه لدي عند اكس تقترب من واحد، والاثنين سووا بعض، يبقى بديهي ان النهايه لدي عند اكس تقترب من واحد هو نفس الرقم. طيب يبقى انا هطبق السكويزنج، يبقى اقول له ليميت لما اكس ابروتشز تو 1 ل 2 اكس اللي هي الاولانيه، يلا نعوض 2 في 1 ب 2. طيب وليمت للاخيره دي اكس سكويرد او اكس بلس باور 4 ماينس اكس سكويرد بلس 2، لما اكس ابروتشز تو 1 يلا نعوض 1 اس 4 ناقص 1 تربيع زائد 2 هتساوي 2. ايه ده؟ يعني ليميت لدي عند اكس بواحد باتنين، وليميت لدي عند اكس بواحد باتنين، يبقى اكيد ليميت لدي عند اكس بواحد برضو باتنين. هقول له then limit لما اكس approaches to واحد لجي اوف اكس اللي انا اصلا معرفهاش هتساوي 2. وهو ده تطبيق نظرية السكويزنج، ان انا لو عندي 3 functions تربطهم العلاقة دي، ان كل واحدة اقل من او يساوي التانية، وعرفت اجيب الليمت اللي دي عند رقم معين وساوى نفس الليمت اللي دي عند نفس الرقم، يبقى بديهي الليمت عند اكس تقترب من نفس الرقم للدالة اللي في النص بينهم هيطلع نفس الناتج. وبكده نكون خلصنا الليكتشر دي، واشوفكم الليكتشر اللي جاية ان شاء الله.